ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده معانا فيديو جديد ومنتج جديد في قناه اعمل بنفسك. لو انت من الناس اللي طول النهار بتدور على المفاتيح، نسيت حطيت محفظتك فين، بتنسى شنطتك دايما، طول النهار بتدور على حاجتك، يبقى اكيد المنتج ده هيفيدك. النهارده شركه امازون بعتت لي منتج وقالت لي المنتج ده هو اللي هيحل لك المشكله دي. تعالوا نشوف مع بعض كده المنتج. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس على الكل. يلا بينا نشوف المنتج ده مع بعض. تعالوا نفتح كده المنتج مع بعض ونشوف المنتج ده عامل ازاي وبيشتغل ازاي. هو حجمه صغير جدا. المنتج اهو دي ما فيهاش حاجه خلاص. هنا تيجي ورقه مع المنتج، الاستخدام، الحجر بيبقى فيه عازل بيقولك شيل العازل وبعد كده هتنزل البرنامج ده عشان يشتغل معاك. الابليكيشن ده انا نزلته قبل كده. ده شكل الجهاز. نشوف هنا، ده الكتالوج. زي ما انتم شايفين انجليزي وصيني. وده في الاخر شكل الجهاز. هنا بيكون راكب الحجر، هتلف دي كده او السهم اهو تتفك معاك، هتلاقي الحجر هنا، هتشيل الحجر هتلاقي فيه عازل تحت الحجر. لو مشلتش العازل ده الجهاز مش هيشتغل معاك. هتركب الحجر تركيبته كده اهو، كده ركب. هتشوف فينا نقطة اهي معمولة على العلامة دي على الغطا، تحطها كده وتلف الغطا كده ركب، كده الغطا بتاعها ركب. ونشوف دلوقتي نشغل الجهاز. ده شكل جي بي اس. الجي بي اس ده لو ركبته في اي مفتاح او حطيته في اي شنطة او حطيته في اي حاجة هيجيب لك المكان اللي موجود فيه الجزء ده، القطعة دي. القطعة دي بتشتغل بالبلوتوث. هنشوف هنشغلها دلوقتي. زي ما انت شفتوا كده تعمل صوت. طبعا لازم تكون منزل الابليكيشن اللي هما كاتبينه لك عشان تشغل القطعة دي. انا كنت منزل الابليكيشن هنا اهو. هنشوف دلوقتي ازاي بتشتغل مع بعض. انا كده دلوقتي مشغله اهو، شغاله اريا عندي هنا اهو. هنعمل لها كونكت كده، تم الاتصال بالقطعه. طب هنشوف دلوقتي القطعة دي، لو مثلا القطعة دي انت حاططها في مفاتيح. هنشوف دلوقتي، هنجيب مفاتيح اهي كده. انت حاطط القطعة دي في المفاتيح دي. المفاتيح دي دلوقتي لو انت نسيتها في اي مكان، في اي مكان وانت عاوز تعرف مكانها فين، هنشوف مع بعض. في طريقتين، ممكن تجيبها عن طريق الخريطة وممكن تجيبها عن طريق
البحث عنها. شفت زي ما انا دوست كده، انت بتبحث بتعمل صوت، القطعة بتعمل صوت ايه زي ما انتوا سامعين. لو دوست هنا يعني لو المفاتيح في اي مكان او الجزء ده انت حطه في اي شنطة وعاوز تعرف المكان الحاجة فين، هتروح دايس على علامة البحث دي، هتديك انذار صوتي اما المكان بتاعها، هتبين لك المكان بتاعها، عاوز تفصله هتفصله. دي اول ميزة في القطعة اللي هي الجي بي اس دي. طب دلوقتي لو انت مثلا سبت التليفون ومش عارف مكان التليفون فين ومعكش تليفون مثلا ترن عليه، معاك القطعة دي في المفاتيح، يعني انت معاك المفاتيح بس اللي نسيته التليفون العكس، هتدوس على القطعة دي على الزرار ده مرتين، شوف هيعمل ايه كده في التليفون. زي ما انتوا شايفين التليفون بيدي برضو صوت كده، قفلته. لو عاوز ان انا ادور عليه تاني حاجة كويسة والله، برضو قطعة مش غالية، سعرها رخيص. القطعة دي عاملة 70 جنيه على امازون. كده التليفون والقطعة دي مشبوكين في بعض. مش بس كده، لو انت نسيت مفاتيحك في البيت او في عربيتك ونزلت التليفون في جيبك، هيديك انذار اما المفاتيح بقت بعيد عن التليفون او التليفون بعيد عن المفاتيح، الاتنين دلوقتي مرتبطين ببعض. المفاتيح زي التليفون، لو خدت التليفون وسبت المفاتيح هيديك انذار، لو سبت التليفون وخدت المفاتيح برضو هتديك انذار. اي حاجة منهم هتنساها هتديك انذار، لو القطعة دي في اي حاجة برضو هتعمل معاك كده. طب دلوقتي لو احنا قفلنا مثلا البلوتوث على اساس ان احنا بعدنا عن المفاتيح، هنشوف هتعمل ايه. بص القطعة، القطعة والتليفون بيدونا انذار اما في خطأ، هيديك انذار اما المفاتيح بقت بعيدة او اما الاتصال اتقطع بين المفاتيح او بين القطعة دي والتليفون. تمام. كمان في حاجة كويسة وميزة كويسة في القطعة دي، ممكن تشغل القطعة دي كرمود ان انت تصور بيه. هنشوف ازاي دلوقتي. هتفتح الكاميرا من الابليكيشن بتاع الجهاز زي ما انتوا شايفين كده، انا مش هدوس على اي حاجة، كل اللي هدوس عليه دوسة واحدة الجهاز التليفون هيصور. كل اللي هعمله هدوس دوسة واحدة التليفون هيصور زي ما انتوا شفتوا كده. زي ما انتوا شايفين الجهاز صور من غير ما ادوس على اي حاجة. يعني ممكن تحط تليفونك في اي مكان وبس، كل اللي عليك هتدوس دوسة من بعيد على الزرار ده التليفون هيشتغل معاك. كمان في ميزة للقطعة دي، القطعة دي انت ممكن تحطها، لو حطيتها في شنطة ولا اديتها لاي حد وعاوز تعرف مكانها فين، هتخش على الابليكيشن هتلاقي خريطة، علامة الخريطة، هتخش هتعرف اخر مكان القطعة دي موجودة فيه. هنا بيسجل لك الاماكن اللي انت رحتها او الاماكن اللي القطعة دي كانت موجودة فيها، بتختار اخر مكان وبتدوس عليه بتظهر لك المكان اللي فيه القطعة دي دلوقتي.
القطعة دي دلوقتي في المكان ده، يعني ممكن تقدر تشوف القطعة دي فين بالظبط عن طريق الخريطة. وبكده مش هتضيع منك مفاتيحك، لو حطيتها في محفظتك مش هتضيع، لو حطيتها في شنطة الطفل تعرف مكانها فين او مكان الطفل فين عن طريق الجي بي اس ده او القطعة دي. والقطعة دي مش غالية زي ما قلتلكوا، دي بسبعين جنيه بس، انا شايفها كويسة وشايفها ممتازة وهتفيد ناس كتير. ياريت تكتبلي رأيك في التعليقات تحت، القطعة دي ممكن تفيدك ولا لأ؟